هندست معركة مهندسي بيروت نقابية في الشكل، سياسية في المضمون. الفرز السياسي هنا هو نفسه 14 و8 أذار، أما حصة المستقلين فشبه معدومة كما في معظم الأحيان، ولو حاول بعضهم التلطي تحت صفة الاستقلالية. 35,000 منتسب عددهم، 30,000 منهم سددوا اشتراكاتهم، حضر منهم نحو 9,000 صوتوا لثلاث لوائح تتنافس لانتخاب 5 أعضاء جدد انتهت ولايتهم في مجلس النقابة الذي يضم أصلا 15 عضوا بالإضافة إلى النقيب. لائحة 14 أذار أي لائحة العمل النقابي مؤلفة من القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، تيار المستقبل، الجماعة الإسلامية، إضافة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عاد إلى تموضعه القديم في فريق 14 أذار هذا العام انسجاما مع المواقف الأخيرة للنائب وليد جنبلاط. أما لائحة 8 أذار لائحة التضامن النقابي فمؤلفة من التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وجمعية المشاريع الإسلامية المعروفة بالأحباش وحلفائهم. فماذا يقول كلا الفريقين عن هذه المعركة المحتدمة؟ الفريق الآخر عم يجيب مسافرين بأعداد كبيرة كتير، وهذا مخالف لقوانين النقابة. أنتم ما عم تجيبوا مسافرين؟ بعتقد لا، ما والله بعتقد أو مأكد؟ لا مأكد. ولا أولا نحن ما عندنا هالإمكانيات هالواقع، هذا كله غلط تما أقول غير شيء. أصلا ما نحن ما جبنا المسافرين من برا، بس إذا اللي برا ما قالوا حق يصوت يعني بلبنان يعني منه لبناني. معركة اليوم هي معركة يا تسهيل أمر دعم النقيب وتسهيل أمره بالعمل النقابي اللي عم بيقوم فيه، أو معركة تعطيل النقيب. نتمنى على كل المهندسين يجوا يدلوا بصوتهم انتخابات ديمقراطية مهنية، واللي بينجح بالآخر نحن منهني. لائحة الثالثة لائحة الخيار المهني غير المكتملة تضم 3 مرشحين، أحدهم عن الحزب الشيوعي وقوى اليسار، وآخران أطلقا على نفسيهما صفة المستقل. مستقل نعم. بالدورة اللي قبل كنت على لائحة 8 أذار، ليش هلأ صرت مستقل؟ ما كنت على لائحة 8 أذار. مهندسو السياسة حضروا ايضا. مين رح تنتخب؟ ما رح اعمل لك، عم بنتخب نخبه المهندسين مجرد من اي انتماء سياسي. المعركه الهندسيه لم تخلو هي ايضا من الطعون، ففريق 8 من أذار قدم طعنا لدى القاضي نديم زوين بما اسماه مخالفه فريق 14 اذار للماده 18 من النظام الداخلي للنقابه عبر استقطاب المسافرين وحطهم على الاقتراع، في وقت قدم فريق 14 اذار طعنا مضادا باعتبار ان الاقتراع حق مشروع لجميع المنتسبين. فما كان من القاضي زوين إلا أن أرسل مساعدين قضائيين لضبط لوائح الشطب وعدد المسافرين المقترعين ليبنى على الشيء مقتضاه. قوى 14 أذار بحاجة إلى 5 مرشحين من أصل 5 كي تنجح في تغيير الوجهة السياسية للنقابة من 8 إلى 14 أذار. أما قوى 8 من أذار فتحتاج إلى فوز مرشح واحد حتى تبقي على أكثريتها داخل المجلس النقابي. والمعركة المفتوحة هندستها مستمرة.